والآن وقفة اقتصادية من نشرة السادسة. الجولة الاقتصادية في هذه النشرة تستعرضها لنا ميرنا إيهاب. شكرا لكم مصطفى وأميرة، والآن مشاهدينا جولة اقتصادية جديدة محليا وعالميا. أكدت الحكومة على أنه سيتم صرف الدفعة الثالثة من المرحلة السادسة من مبادرة السداد النقدي الفوري للشركات المصدرة المستفيدة من المبادرة يومي 16 و17 من شهر أغسطس المقبل. وأوضحت الحكومة أنه قد تم صرف نحو 8 مليارات جنيه إجمالية قيمة المساندة التصديرية المستحقة لأكثر من 800 شركة مصدرة بالدفعتين الأولى والثانية من المرحلة السادسة من مبادرة السداد النقدي الفوري. وأشارت الحكومة إلى أن المرحلة السادسة لمبادرة السداد النقدي الفوري تستهدف توفير سيولة نقدية للشركات المصدرة لتحفيزها على التوسع في الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وتلقي بظلالها على اقتصادات مختلف الدول بما فيها مصر. حققت قناة السويس إنجازات عديدة، كما أنها حققت إيرادات بلغت 9.4 مليار دولار هذا العام. هذا إلى جانب حرص الدولة على تطوير محور قناة السويس والمنطقة الاقتصادية وإقامة مشروعات تنموية جاذبة للاستثمارات الأجنبية. مكانة دولية خاصة تكتسبها قناة السويس باعتبارها شرياناً وممراً ملاحياً رئيسياً لحركة التجارة العالمية، وما توفره من تسهيلات وخدمات ملاحية للسفن والناقلات العابرة تتواكب مع المتغيرات والتطورات المختلفة في منظومة النقل البحري. إنجازات عديدة حققتها قناة السويس مؤخراً، حيث أعلن رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع أن القناة حققت هذا العام لأول مرة إيرادات بلغت 9.4 مليار دولار. تطوير مستمر يشهده المجرى الملاحي لقناة السويس، إذ تمت إقامة 5 جراشات إضافية بجانب الخمسة الموجودين بالفعل، وذلك حتى لا يتم تعطيل الأمن المستدام لقناة السويس. كما تشهد قناة السويس مشروع توسعة القطاع الجنوبي الذي يؤدي إلى استيعاب السفن من 6 إلى 8 سفن يومياً، فضلاً عن وصول المجرى الملاحي لاستيعاب 107 سفن يومياً من قافلتي الشمال والجنوب. بالنسبة لمشروع تطوير القطاع الجنوبي لقناة السويس، فقد تم تنفيذ 94% من إجمالي أعمال التكريك بمشروع التوسعة والتعميق الجاري تنفيذه. وأوضح رئيس الهيئة أن نسبة الإنجاز بالجزء الثاني بموقع مشروع ازدواج القناة بمنطقة البحيرات المرة الصغرى بلغت 53.5%. النتائج الأولية للجدوى الفنية لمشروع تطوير القطاع الجنوبي باتت ملموسة إلى حد كبير للسفن العابرة للقناة من الاتجاهين، إذ قدمت مواقف ملاحية عديدة برهاناً عملياً على ذلك، منها نجاح جهود الهيئة في تجنب حدوث جنوح لناقلة البترول العملاقة سويز آيس سوبريم بعد انحرافها عن مسارها في خط المنتصف نتيجة عطل مفاجئ، لتتمكن السفينة من إعادة ضبط موقعها في منتصف القناة وتجنب الجنوح بفضل اتساع عرض المسطح المائي. كما نجحت قناة السويس في التعامل مع حادث انحراف سفينة البضائع العامة ليدي دي عن خط المنتصف، وذلك خلال عبورها للقناة، ما تطلب ربطها بشكل آمن عند ضفة القناة في الجزء الشرقي الذي تم توسعته دون التأثير على حركة الملاحة للسفن التالية. هذا إلى جانب حرص الدولة على تطوير محور قناة السويس والمنطقة الاقتصادية وإقامة مشروعات تنموية جاذبة للاستثمارات الأجنبية، وذلك في إطار استراتيجية شاملة لتحويله إلى مركز لوجستي عالمي للإمداد والتموين، وذلك في وقت يتنامى فيه الاحتياج العالمي لتسهيل حركة التجارة وسلاسل الإمداد. في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط بعدما محت المخاوف المتعلقة بالطلب إثر البيانات الاقتصادية القوية،
وانخفض خام برنت بنسبة 0.7% إلى 83.65 دولاراً للبرميل. كما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكية بنسبة 0.6% إلى 79.58 دولاراً للبرميل. وفي المقابل ارتفعت أسعار المازوت عالمياً بنسبة 0.4% لتصل إلى 2.91 دولار للتر. وصعدت كذلك أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.81% لتسجل 2.64 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ارتفعت بورصتا الإمارات مع تحسن ثقة المستثمرين بفضل توقعات بأن البنوك المركزية الكبرى مثل المركزية الأمريكية والأوروبي تشك على إنهاء دورة التجديد النقدية. وأغلق مؤشر دبي الرئيسي على ارتفاع بنسبة تقدر ب 0.2%. وفي سوق أبوظبي ارتفع المؤشر الرئيسي بشكل طفيف ليسجل نسبة 0.1%، لكن المؤشرين سجلا خسارة أسبوعية بلغت 1.3% لمؤشر دبي و 1.4% لمؤشر أبوظبي. أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أن عجز التجارة الخارجية تقلص بنسبة تقدر ب 37.3% على أساس سنوي في يونيو الماضي إلى 5.16 مليار دولار. وأشار المعهد إلى انخفاض الصادرات بنسبة 10.5% إلى 20.9 مليار دولار في يونيو، بينما تراجعت الواردات بنسبة 17.5% إلى 26.1 مليار دولار.